الباينري معناها 0 1 صح؟ 0 1 الكمبيوتر بيبقى فيها كل حاجه،
الباينري لانجوج اللي هي اما سيجنال اور نو سيجنال، فولتج اور نو فولتج، كارنت اور نو كارنت، او ممكن حتى يبقى هاي فولتج ولو فولتج، تو ليفل الفولتج نعتبر ده زيرو ده ايه؟ وده المهم يعني ايه؟ يا اما اون يا اما اوف. فهي دي الديجيتال، فهنا الديجيتال اللي هنا يا اما 1 يا اما 0 اللي هي اون او اوف. ال1 معناها ايه؟ معناها ان الريزستنس دي واصله للدي اوت. بينما لو جالها اوردر 0 يبقى معناها ايه؟ معناها ان السويتش بتاعها واصل من ايه؟ بالارض، ما بياخدش سبلاي. اوكي؟ نفترض مثلا عندنا 5 ريزستنس. يبقى الديجيتال وورد بتاعتي هتبقى عباره عن 5 باينر لانجوج. لو خليتهم مثلا كلهم خمس وحيد يا جماعه 1 1 1 1 الخمسه كلهم. يبقى معنى كده كل الريزستنس واصله من ايه؟ بالفولتج. لو خليتها مثلا 1 1 1 1 0 0 ده اللي هو قليل عن اليمين خالص، يبقى ده معناه ده مش واصل، والباقيين كلهم ايه؟ واصلين، وهكذا. فانت بتدخل باينري وورد اسمها بي اي. البي اي دي اللي هي الامر الديجيتال اللي عايز تشغل بيه الجهاز، واللي هو معناته ان بعض الريزستنس واصل والبعض الاخر مش واصل، مش واخد سورس. وبعدين بيترجم هذا الامر الديجيتال بقى في الاخر فاينلي الى هذا كونتينوس فولتج اللي هو البي اوت بالظبط. اوكي؟ هنا عندنا القانون بتاعنا ماينس ار فيدباك على ار انبوت في الدي انبوت. هنعمله سوبر بوزيشن يا جماعه، يعني نطبقه كذا مره. هنطبقه على الار اللي تحت خالص وعلى الاثنين ار وعلى اربعه ار اند سو اون، فنعمل ايه؟ نعمل سميشن زي ما احنا شايفين كده سيجما كده. وحسب حاله البي بقى هيخش الترم، الترم يبقى موجود ولا لا؟ لو البي دي ب 1 يبقى الترم بتاعها موجود. لو البي زيرو يبقى الترم بتاعها ايه؟ مش موجود. اوكي؟ طب لو انت عايز تحصل على اكبر اوتبوت فولتج، المنطق بيقول ايه؟ نخليهم كلهم موجودين، يبقى معنى كده ان البي اي معروفه مقدما بقى كلهم بايه؟ كلهم بوحيد. في الحاله دي يبقى عندك القانون بتاعنا بالشكل ده. خدنا زمان في ثانوي او في اعدادي بقى حاجه اسمها السيكونس. خدتوا ارثماتيك سيكونس وجيومتريك سيكونس وخدتوا السمشن بتاعهم. دي يا جماعه جيومتريك سيكونس. دي بص اول ترم اللي هو ده اللي هو اسمه ايه؟ وبعدين دوت اي ار يبقى الار بكام؟ يبقى الار بنص مش كده؟ وبعدين دوت يبقى اي ار سكويرز اند سو ار. فانا بقى فكرت بالسبشن بتاع الكلام ده ان هو بيبقى الثيرست ترم واحد ناقص البيس اللي هي الار في باور ان على واحد ناقص ار. فنعمل نفس الكلام ده كده، يبقى ادي الثيرست ترم واحد وبعدين واحد ناقص البيز اللي هي نص ذا باور ان على واحد ناقص البيز. خلاص هو ده ايه؟ ده السبشن بتاعنا اهو. كشكل جمالي بقى نضرب فوق وتحت، نضرب يا جماعه فوق وتحت 2 ذا باور ان. فيبقى كده 2 ذا باور ان هنا ودي بيراهم مع بعض 2 ذا باور 0 ب 1 تحت على 2 ذا باور ان 2 ذا باور ماينس 1 يبقى 2 ذا باور ان ماينس 1. اوكي؟ يبقى ده شكل الاوتبوت الماكسيمم لما يكون كل الباينري اوردر كله بوحيد. طب لو المينيمم بقى يا جماعه؟ المينيمم ان واحده بس تشتغل، والمنطق بيقول ان الواحده اللي تسحب اقل كارنت، لان الكارنت ده هو اللي هيترجم الى فولتج. الكارنت والفولتج ده لازم طردي مع بعض. فيبقى اللي تسحب اقل كارنت هي ايه؟ اللي فوق خالص ولا تحت خالص؟ اللي فوق خالص. عشان كده سميناها الليست سيجنفيكانت ديجيت، ال ال اس دي او ال اس دي اللي هي اخر ريزيستنس فوق خالص في اللادر سيستم ده. وطبعا احنا عارفين ان دايما اصغر حاجه بتسمى باسم المينيمم او تسمى باسم الريزوليوشن مش كده؟ دايما لفظ الريزوليوشن هو مقياس للدقه من ناحيه النظره لاصغر شيء. طب ما بتقول مثلا الموبايل بتاعي الكاميرا بتاعته مش عارف 5 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل، تقصد ايه بالريزوليوشن بتاعتها ديت؟ تقصد بيها درجه تباين او اختلاف الالوان في اصغر مساحه ممكنه مش كده؟ في الانش الواحده صح؟ ده المعنى اللي بقول لكم عارفينه من الموبايل، هو نفس المعنى اللي عندنا بالظبط. دايما الريزوليوشن معناها اصغر الدقه في اصغر شيء ممكن. يبقى اذا برضه هنا ايه اصغر فولتج غالي بالنسبه لي؟ هسميه ريزوليوشن اللي هو الايه؟ اللي هو المينيمم المقابل لاعلى ريزيستنس ممكنه. ونقدر طبعا نشوفهم مع بعض ونجيب علاقه بينهما زي ما احنا شايفين. اوكي؟ في حد مش فاهم يا جماعه؟ ايوه. ليست سيجنفيكانت ديجيت. يعني بدل بي حطيتها دي، يعني بيت او ديجيت يعني. في حد مش فاهم الجهاز؟ سهل ان شاء الله. ده جهاز بقى علينا. الجلوب امب لو قلناها قبل كده كانت مقدمه فهمت الموضوع.
هتستعمل ريزيستنس برنجات كتيره جدا. يعني تخيل انك ار 2 ار 4 ار هتستعمل ايه؟ قيم كتير جدا من الاراض، بدءا من قيم صغيره قوي لغايه قيم ايه؟ كبيره جدا. وده امر مكلف وامر كمان يا جماعه كبر صم. كبر صم يعني ايه؟ يعني امر مرهق متعب انك تقعد تدور على حاجات كتيره جدا عشان تجيبها وتختار. فده ده عيب طبعا واضح جدا. العيب الثاني نفترض ان الكرنت سيجنال ما كانش بيور، كان معاها نويز. انتوا عارفين النويز معناها ايه؟ معناها شويه ليفلز، حاجات صغيره كده سوبر امبوزد على السيجنال الاصليه. ففي الحاله دي هتعمل لك ديستورشن للسيستم. والديستورشن هيبان على الحاجه الصغيره اللي هي ايه؟ ايه الحاجه الصغيره اللي عندنا؟ اللي هي ال اس بي اللي هي ريزوليوشن يعني. النويز يا جماعه عباره عن سيجنالز صغيره بتعمل تشويه للايه؟ للسيستم. التشويه يبان على الحاجه الكبيره في السيستم ولا الحاجه الصغيره؟ صغيرة. حاجه صغيره بحكم ان النويز نفسها كايرور عباره عن شيء صغير، فالصغير ياثر على الصغير. اوكي؟ لكن واحد مثلا معاه مليون جنيه وضاع منه جنيه ولا حاجه. لكن لو هو اصلا معاه 2 جنيه ضاع منه جنيه 50%. فاذا العمليه ايه؟ نسبيه. الحاجه الثالثه كمان ان هذا الجهاز بيظهر او بيتلون مع كل باينري وورد يا جماعه. يعني مثلا لما بقول له مثلا عندنا نفترض 4 انبوت، اقول له 4 انبوت مره كده ومره كده ومره كده مثلا مع كل باينري وورد حاله الدايره بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ بتتغير. واللي طالع بيتغير ولا ما بيتغيرش؟ بيتغير. اذا دايما هيبقي شكل مختلف مع تغير الهيد اوردر في كل مره، اللي هو الديفرنت لود اللي النتورك بتظهرها او بريزنت مع كل ايه؟ مع كل باينري اوردر او مع كل باينري بيت. ليه مش فاهم؟ ولينا فاهمين؟ عظيم. الجهاز ده طبعا ممكن يجي لنا في الامتحان كسؤال، وكمان القوانين اللي طلعنا بيها دي بتيجي عليها مساله مسائل تافهه جدا مجرد للتعوض في القوانين بس. وانا هنزل لكم برضه شيء في اربع خمس مسائل تدريب على الكلام ده. وبرضه يا جماعه كلهم بيخلصوا في ربع ساعه. المسائل في الجزء بتاعنا احنا لا شيء. مجرد درجات بناخدها ببلاش، لان التطبيق للمعنى بسيط خالص، ما فيش اي لف ودوران خالص، بعكس الثلث الاول والثلث الثاني من الايه؟ من المشر. يعني مثلا جزء مكتوب لنا الجار ده مليان مسائل ومسائل قويه جدا. انا لما درسته مره قبل كده حاجه زي الاوميتر مثلا، الاوميتر ده موضوع قوي قوي. الاوميتر ساعتها لو حطيت مساله في الامتحان طلبت حلها بطريقتين، والمساله اصلا لها اربع طرق للحل. مش عايز اقول لك ان في ناس عمالقه في العلم ما يعرفوش ولا واحده من الاربعه. ومع ذلك كنت انا اشتغل مع طلبه في المحاضره طبعا ووضحت لهم الفكره ومش عارف ايه وكده، فضربتها في الامتحان. لكن طبعا المهم في النهايه ان 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 جزء الاوميتر مثلا كمثال موضوع كده زي السيركتس كده، حاجه يعني ايه قويه كده وفيها تشغيل للذكاء وكلام من ده. لكن الجزء بتاعنا باذن الله طلبه فهمته اقتنعت بيه هتلاقي حافظه، وهتلاقي مساله باذن الله مضمونه ان شاء الله. فده جزء على فكره يظبط لكم الدرجه العامه للمجر باذن الله. عشان كده بقول اللي مش فاهم يقول عشان ما نفوتش حاجه يبقى ضامنينه. نعم. ايه الديجيتال اللي اتحول لانالوج هنا؟ لما انت بتدخل اوردر زي ده دي لغه ايه رايك فيها؟ دي انالوج ولا ديجيتال؟ يبقى المقصود بالديجيتال هنا الديجيتال اوردر، الاوردر نفسه اللي هيتحكم في ان في بعض الباصز واصله بسبلاي وبعدها مش واصله بالسبلاي. طب الاوتبوت النهائي اللي طلع لك ايه؟ طلع لك فيه نقط اللي هو 7 فولت 10 فولت 100 فولت، قيمه انالوج عاديه. اوكي؟ هو ده معنى التحليل. كويس خالص. نعم. ولا فيها اي مشكله خالص. الفكره بس ان الجهاز عمال ايه؟ يعني الجهاز كل ما تغير الاوردر كل ما توصيله الريزستنس اتغير، تلاقي السويتش ده بقى ايه؟ بقى واصل هنا بعد ما كان واصل بالارض، وهنا بقى واصل بالارض بعد ما كان واصل هنا، فالدير عمال يتغير. بعض الناس يقول لك انا عايز جهاز ثابت، مش كل ما غيرت الاوردر يتغير شكله. فده احد العيوب. انت بالنسبه لك شايفه العيب هايف، انا معاك في كده، هو في الحقيقه ولا حاجه. بس احنا كعلماء اناليسيس دايما بنطلع الحاجه اللي يعني نلاقيه في اي شيء. لما بتكون مثلا عامل طريقه اختراع خاص بيك ولا حاجه عشان تبين هي عظيمه بتدور على المزايا، تضخم في المزايا قوي وتشوف بقى غيرك بقى اللي هم قبل منك وتدور لهم على اي ايه؟ اي عيوب وتظهرها وكان انت يعني
اكبر المزايا قوي واضخمها وادور لغيري على ايه؟ على العيوب. نعم. انا مش هشتغل ايرور بتاع الريبورت يعني قصدك؟ لا ده مجرد بس مجرد تسميع للدي ميرتس. يا جماعه دي ميرتس اللي هي ديس ادفانتج. لو انا قلت لك في الامتحان مثلا ما هي عيوب هذا الجهاز اللي هي الدي ميرتس هتقول لي 1 2 3. لكن مجرد عيوب بس، لكن العيوب دي تخلي الجهاز ارخص من غيره مثلا، يعني النوع اللي هقوله بعد شويه لما يتفادى هذه العيوب. بعض التعليقات، الاكتشافات، مش عارف ايه الحاجات دي. خد بالك عشان بس بعضهم كده
نفسه ليه بيضربوا فوق تحت كده؟ لان القانون يبقى اكثر جمالا. وانتوا عارفين ان المهندس هو اعلى شخص بيهتم بالجمال. لما بتلاقي حاجه جميله جدا بتقول ايه الهندسه دي؟ كلنا يا جماعه بنقول كده تلقائي. تلاقي حاجه تعجبك تقول يا سلام دي هندسه. صح ولا لا؟ اذا ما يصحش. انا حكيت لكم ان في دار نشر اسمها مجد وهيل عامله ديست سيريز. ديست سيريز ده ايه؟ بتهتم بقى بجمال الشرح. يعني جايبه ناس موهوبه في توصيل الماده العلميه وبداوا يعيدوا انتاج الكتب تاني، بس بيراعوا فيها مش جمال القوانين، لا جمال الشرح. ان بينقوا استاذ جامعه كده يكون ربنا اعطاه له موهبه القدره على تفصيل الماده العلميه. يعني يقول لك ايه؟ النظريه النسبيه الخاصه لاينشتاين صعبه جدا. يقول لك لو ما معكش مش متعلم خالص هفهمها لك. مش متعلم. لو معاك بكالوريوس هندسه مثلا بامتياز هو صعب عليك برضه، صعب الفهم. لا، لو انت عندك معلومات ده معناه انه ايه؟ انه بيعرف يدخل بمدخل بسيط خالص الموضوع لغايه ما يتصاعد لغايه ما يوصل لاصعب جزء فيه. دي موهبه من عند ربنا. فحاليا بقى كورنيل عامله حاجه اسمها بيست سيريز، وبدات تبيع انتاج الكتب بالشكل الرائع دوت يا جماعه. بس عدد الكتب المنتج قليل لسه، يعني لسه ايه؟ ما كبرتش قوي. الفكره نفسها ممتازه. لان بعد كده يبقى عندك كتب ان شاء الله تجد الماده العلميه سهله التداول قوي لدرجه ان انت ما انتش محتاج لي حاجه يعني، تقدر تعمل سيلف ستادي من كل حاجه. برضه يا جماعه عايز اقول لكم نصيحه لوجه الله، بلاش حكايه ان دايما نعتمد على ورق، لازم نعتمد على طلائع الريفرنسز. لازم يا جماعه تقرا الكتب، تقرا المراجع الاصليه نفسها. مش نظام الماده دي لها ورق في دار مش عارف ايه ولا ملهاش. الماده دي ظهر لها ورق ولا ما ظهرهاش؟ طب ما انت بعد كده كمهندس في المصنع جابوا لك مكن جديد، تقول لهم معلش المكن ده له ورق ولا ملوش؟ يا نهار اسود. ولا في ملزمه نزلت ولا لا؟ مش هينفع. مش هينفع. انما انت هتبقى فاكر ان الماشينز دي درستها في الريفرنس الفلاني اللي انت قريته. فهتروح تجيب كتبك اللي انت دايما طول عمرك بتقراها. انتوا طبعا ربما بعدتوا عن موضوع قراءه الريفرنس ده عشان ايه؟ ربما يعني عشان انت بتنقي الريفرنس غلط. ايه يا جماعه اهم صفحه في اي كتاب؟ اول صفحه في الكتاب اللي هي اسمها البري فيس او الفورورد، دي اهم صفحه لان دي بتقول لك الكتاب ده لمين. يعني ممكن تجيب كتاب تفاجئ ان هو ايه؟ بيطلب انك تكون دارس كل الرياضه بتاع الهندسه. مكتوب كده جوه البري فيس كده ان هذا الكتاب يصلح لطالب انهى دراسات جميع الرياضه بتاعت كليه الهندسه. يبقى لو واحد في اعدادي لسه داخل وجاب الكتاب ده يفهم منه حاجه؟ ما يفهمش. لكن واحد تاني بقى جاب كتاب انتروداكتري كورس عنوانه كده انتروداكتري كورس تو كذا او تيوتوريال كورس لكذا، يبقى الكتاب ده هيبدا من ايه؟ من الصفر. يبقى لازم نقرا صفحه البري فيس او الفورورد اللي ده بتقول لي الكتاب ده لمين؟ بعد ما اقراها بقى اقرر اشتري الكتاب ولا لا؟ لو انا عندي فكره عن الموضوع قبل كده يبقى ممكن اشتريه لان هو في الليفل الثاني، ما اعرفش حاجه خالص يبقى ما ينفعنيش. اشتري ليه؟ الابسط منه وهكذا. في بعضكم بقى بيجيب ريفرنس ويقول لك الصفحه دي حاطينها بس كده يا جماعه، في حد يقراها يا جماعه؟ يعني كان المؤلف حاططها زياده مش كده؟ بيزود عدد الصفحات مثلا ولا حاجه بيكبر الكتاب. دي اهم صفحه في الكتاب. اللي كلكم بتطنشوها. لان يعني دي بتعرفك تشتري الكتاب ولا لا، انت في الليفل اللي ينفع معاه ولا محتاج حاجه ايه؟ حاجه اقل؟ دي اهم حاجه، دي اللي ربما خلتكم ما بقيتوش تقروا ريفرنس وكده. طبعا ضيق الوقت انا عارف وانا عازفه يعني بصراحه وبقدر هذا الامر. نعم. ايه؟ احنا بندرس المراجع طبعا. المفروض ان احنا يا جماعه الطبيعي في التعليم الجامعي ان كل ماده لها خمس ست مراجع مش مراجع واحد، وانت بتتجول بينهم كلهم عشان تجيب الماده بتاعتك. السيركس مثلا السيركس عمليه سهله قوي، السيركس كل كتب السيركس اي كتاب ينفع كله في المنهج بتاعنا، انما الفيشر لا محتاج كذا كتاب فعلا. وانا عشان عارف وقتكم ضيق وكده ادتكم الموضوع مستخلص يعني ان شاء الله يساعدكم باذن الله. لكن يعني نصيحه لازم نصطدم بالريفرنسز ونتعود على القراءه فيها كده قبل ما نتخرج بعد كده ونكون اتعودنا على انه حتى يقعد معايا في الحته دي في ملزمه للموضوع ده. مش هينفع تبقى انجينير تقول لهم في ملزمه ولا في ورق للكلام ده، مش هينفع.
وصل ليه لما وصل اول ريزيستنس هنا يا جماعه بالفولتج والباقي الغي ما وصلوش بحاجه ليه في هذه الحاله البورت اللي بيظهر هنا اللي هو اللي هنا بيبقى بيع على اثنين ليه؟ وليه لو وصلت الثانيه دي هيبقى بيع على اربعه؟ عايزين نتاكد من الكلام ده عشان نصدقه. نتاكد ازاي ناخدها حاله حاله كانها مساله. يعني بصوا انا بوصل ده بسورس والباقي كله بالايه؟ بالايه يا جماعه؟ بالارض. فين بقى؟ اهي. وصلت اول واحد بالسورس والباقي كله بالارض اهو. خدوا بالكم بقى. المادة السيركت هي مادة داخلة في كل المواد غير ما يتخرج إن شاء الله. برضه دي نصيحة مهمة يا جماعة، أوعوا حد ينسى مادة السيركت. الإلكترو سيركت اللي بناخدها دي بناخدها عشان نفتكرها غير ما نتخرج، وحتى بعد التخرج. هي عاملة زي الرياضة، داخلة في كل المواد. يعني هنا لما أجي أبص للحالة دي كده خلاص أنت مش في الميجر دلوقتي، أنت في سيركت. انسى بقى كلمة ميجر، وبص لها على أنها مادة سيركت. الأرض دي مش هي الأرض دي؟ يبقى الاثنين دول ليهم بدايه واحده ايه؟ وليهم نهايه واحده ايه؟ واصلين مع بعض ايه؟ بارلل. اثنين ار بارلل مع اثنين ار؟ ار سيريز مع ار؟ مع اثنين ار بارلل؟ مع ار سيريز؟ مع اثنين ار بارلل؟ مع الار ديت؟ خلاص خلصنا. يبقى عشان الهي دي اثنين ار اهي؟ وفي اثنين ار واصله بالايه؟ بالسورس. فين الاوتبوت فولتج؟ النقطه اللي ما بينهم هنا اهي اللي هي دي مش كده؟ دي البي اوتبوت. بص كده عندك سورس هيتجزا جزئين جزء على 2 ار وجزء على 2 ار وكل واحده هتاخد قد ايه؟ نص. يبقى البي اوتبوت اللي هو ظاهر هنا كده ده البي اوتبوت هيبقى قيمته كام؟ بي على ايه؟ بي على 2. خلاص صدقنا. تعالوا برضه نصدق الاصعب شويه. الاصعب شويه اللي هي ايه؟ اللي هي الثانيه دي يا جماعه لما وصل دي دي السورس ودي ايه الباقيين كلهم. فين بقى؟ اهي بص يا جماعه اوصل الثانيه دي السورس والباقي كله واخد ار دي ار. تعالوا نجمع برضه 2 ار و2 ار و2 ار مع ار دي يبقى 2 ار مع ال 2 ار بقى يبقى ار مع ار دي يبقى 2 ار مش كده؟ واستنى على كده يبقى الشكل النهائي دي عندك 2 ار على الشمال وفي 2 ار واصله سورس وفي 2 ار الناحيه ايه؟ الناحيه الثانيه مش كده؟ صح كده؟ و2 ار الناحيه الثانيه وده البي انبوت او البي اوتبوت سيجنال. كده يا جماعه خلوا بالكم كده الكرنت التوتال اجيبه ازاي؟ ال 2 ار دي وال 3 ار دول ايه علاقتهم ببعض؟ بارل مش كده؟ ال 2 ار ال 2 ار دي فرق مع ال 3 ار دي صح؟ طب لما اتنينهم مع بعض يتفرق ايه علاقتهم بال 2 ار دي؟ سيريز. يبقى التوتال كارنت التوتال كارنت عباره عن التوتال سورس على 2 ار فرق مع 3 ار ولا بيطلع سيريز مع 2 ار صح كده؟ كده جبت التوتال كارنت اللي خارج من السبلاي بعد كده بقى اجزاه بقى يا جماعه اجيب الجزء اللي ماشي هنا والجزء اللي ماشي هنا اعمل كارنت ديفايدر اللي ماشي من الناحيه دي يبقى بيساوي التوتال البعيده على مجموعهم مين البعيده؟ 2 ار على مجموعهم اللي هو 2 ار زائد ار زائد 2 ار يبقى التوتال البعيده على مجموعهم بعد كده جبنا الكارنت اللي ماشي في المنطقه دي في المنطقه دي نضربه فين بقى عشان نجيب الفولتج اللي هنا؟ نضربه فين؟ في 2 ار يبقى نضرب الكارنت ده في 2 ار نفاجئ ان اللي هيطلع فيه على 4 اذا الحاله الثانيه صح بالتالي بقى طالما الحاله الاولى بيع على 2 صح والحاله الثانيه بيع على 4 صح يبقى الثالثه بيع على 8 صح؟ محدش بيقول مش مصدق يقعد في مصمم يثبتها بقى ده شخص عايز يدخل العينين وعايز يتعب ذهنه لان زي ما شايف كده الشكل بدا يكلكع ما تحاولش تعمل الحاله الثالثه خلاص انت صدقت خلاص طالما صدقت الحالتين ما تعملش الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه خلاص انت مقتنع تماما بهذا الامر مين مش فاهم يا جماعه؟ ها؟ كلنا فاهمين يعني ده ان شاء الله جزء مضمون في الميجر باذن الله صح؟ وهنزل لكم مسائل بسيطه خالص تحسوا بهذا المعنى.